جمعية السلام الخيرية الكويتية اللي نجحت في إنها تجمع أكثر من 1,000,000 دينار كويتي عشان تنشئ قرية السلام في اليمن، حيث عكست هذه الحملة الجانب الإنساني لأهل الكويت اللي دائما ما جبلوا على العطاء وحب أعمال الخير ومساعدة الآخرين. نشوف معكم هذا التقرير ونرجع مرة ثانية. حملة قرية السلام التي أطلقتها جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية في اليمن آتت أكلها، فقد وصل عدد التبرعات من أهل المحسنين الكرام إلى أكثر من 1,000,000 دينار كويتية. في اليوم الأخير من هذه الحملة وصلنا إلى 1,121,000 الساعة تقريبا 7:30 المساء، وبإذن الله تعالى باقي متبقي 4 ساعات، وإن شاء الله أنت أمل أن نغطي المبلغ بالكامل المرحلة الأولى وهو 1,395,000 بإذن الله تعالى بجهود أهل الكويت. قرية السلام للأيتام والأرامل والمعاقين التنموية الحرفية الوقفية ما هي إلا امتداد للدعم الكويتي السخي. أنا عاجز عن الشكر للأمانة، يعني بالتفاعل اللي شفناه من خلال حملتنا من أول يوم إلى اليوم الأخير، وإحنا قربنا إن شاء الله نسكر المبلغ المستهدف لهذه الحملة، ف يعني أنا عاجز عن الشكر، وهذه هقوتي في الشعب الكويتي، دائما أهل خير ودائما سباقين لعمل الخير. إنها حقا الكويت الخيرة، فأهلها لا يتأخرون في إغاثة ملهوف ولا يسبقهم أحد لنجدة محتاج. الكويت وأهل الكويت والخليج أصحاب الأيادي البيضاء، الفضل لله ولهم علشان احنا وصلنا هذا الرقم زين، واحنا نقول ان شاء الله ترجع اليمن وعسى الله يفك عوقهم وتهدى الامور ويرجع اليمن السعيد. صراحة احنا جايين من الافنيوز، وشرح لنا الاخ عن القرية عن القديم وعن الجديد اللي راح يسوونه، بصراحة شيء طيب ومو بعيد عن اهل الكويت، واهل الكويت بظل صاحب السمو وهو صاحب الانسانية، ما دام هو بادر بهالشيء لازم احنا كل شعب الكويت مقيما على هالأرض ومواطنا لازم نساهم حق حل اليمن وغير اليمن. اليوم الأخير لحملة قرية السلام في اليمن تفاعل معها أهل الكويت الذين أصبحوا رقما مهما في المعادلة الإنسانية. مروة محرم، تلفزيون دولة الكويت.